نكمل معاكم السؤال بي دبل اي بيقول لي with the loop in the position shown in figure 10 to explain why the force on AB and CD caused the loop to rotate about the axis. حضرتك اشتغلت وعملت فليمنج بتاعتك وقررت في النهاية ان الفورس على AB لتحت والفورس على CD لفوق. قول لي ازاي بقى الفورسين دول اللي هي على CD لفوق زي ما حضرتك قلت وعلى AB لتحت، قول لي ازاي ده هيخلي اللوب ده يلف. تعال ناخد رسمة شبيهة. ادي اي بي، ادي اي بي وللفرصة عليه لتحت، وادي سي دي للفرصة عليه لفوق. دول بيلفوا حوالين الاكسس ده، الاكسس اللي كان في النص، تمام؟ طيب يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان الفورس دي اللي هي لفوق لو اعتبرت دي البيفوت هتبقى عاملة مومنت انتي كلوك وايز، ودي كمان اللي هي لتحت لو اعتبرنا ده البيفوت هتبقى عامله مومنت انتي كلوك وايز. الله، ده عامل مومنت انتي كلوك وايز وده عامل مومنت انتي كلوك وايز، يبقى خلاص يبقى الفورسين دول اللي سببهم الالكتريك كارنت والماجنتيك فيلد زي ما عملنا بفليمنج، دول هيسببوا لي ان الكويل اللي قدام حضرتك ده هيلف بشكل انتي كلوك وايز. الفورسين نفس الفورسين برغم ان اتجاههم متعاكس الا ان الاثنين عاملين نفس المومنت حوالين الاكسس اللي قدام حضرتك. نجيب اجابه جاهزه لهذا الموضوع. هيقول لي والله both forces cause anti-clockwise moments on the loop about the axis. الفورسين هيعملوا anti-clockwise moment about the ايه؟ about the axis. تمام. طيب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي the ends x and y of the loop are connected to a battery using brushes and split rings, split ring commutator. State why a split ring commutator is used. ركز معايا بقى لو سمحت تاني، احنا عايزين نرجع لنفس الرسمة دي. اللوب ده يا ولاد يعني ده واصل فين؟ واصل بالهوا هنا ولا بيعمل ايه؟ لا لا لا، هو الحقيقة في هنا حاجة كده شبه حرف السي، تمام، اسمها commutator او slip ring، وهنا كمان حاجة شبهها حرف السي، تمام، اسمها commutator. الحرفين سي دول مرتبطين بحاجه كده شبه حرف التي اسمها كاربون براش، وهنا حرف التي اسمه كاربون براش. بالمناسبه هم دي الكاربون براش مش ماسك في الكوميوتيتور، الكاربون براش ده لمسه بس، جاست بينقل له الكهرباء، واصلين بالاكسترنال سيركت بتاعتك سواء كانت كده. اذا تاني بكر، الكاربون براش ده مش ماسك هنا، ده جاست بيتزحلق عليه لانه هيلف مع الكويل، تمام. طيب ادي الكاربون براش. طب ايه القضيه؟ ايه القضيه؟ ركز معايا حضرتك، هو مش ده كده هيلف في دايره؟ مش ده كده المفروض انه بيلف الكويل ده، المفروض بيلف. يعني في وقت من الاوقات الاي بي هيبقى هنا الناحيه دي، الاي بي هيكون الناحيه دي، صح ولا لا؟ طب الاي بي دلوقتي الفورس عليه لتحت، لما الاي بي يلف ويبقى هنا دلوقتي الفورس احنا هنحتاج ان الفورس عليه تكون لفوق عشان يلف، يجي الاي بي يلف يبقى هنا، فايه عايزينه يتزقل تحت. اذا طول ما الاي بي هنا عايزينه يتزقل تحت، يجي هنا عايزينه يتزقل فوق، يجي هنا عايزينه يتزقل تحت. الله، ده انت كده عايز، وكذلك نفس الموضوع على السي دي، ده انت كده عايز تقلب البوشنج كل نص لفه، بحيث لما الاي بي تبقى الناحيه دي يتزقل تحت، ولما يلف نص لفه يبقى هنا فيتزقل فوق، لما الاي بي يلف هنا يبقى نص، وهكذا. طب عشان اعمل كده انا محتاج ان الكرنت يقلب كل نص لفه، ده وظيفة الكوميوتيتور. الكوميوتيتور ده وظيفته انه يقلب الكرنت كل نص لفة. تعالوا نشوف ازاي، تعالوا نشوف ازاي. ده كوميوتيتور بشكل 3D حبة، تمام. اتفقنا ان الكربون الكوميوتيتور ده مش ماسك في الكربون براش، وانما جاست لمسه بيتزحلق عليه. طب جميل، لما الكوميوتيتور لو افترضنا ان الكربون براش ده مرتبط ببوزيتيف البطارية والكربون براش ده مرتبط بنيجاتيف البطارية، جميل، يبقى الكوميوتيتور ده دلوقتي فين؟ نيجاتيف. طب لما الكوميوتيتور يلف لفته ويبقى هنا هيبقى ايه؟ بوزيتيف. يلف لفه تاني ويبقى هنا. اذا الكوميوتيتور هو المسؤول على انه يريفرس الكرنت كل نص لفه، فيريفرس البوشنج كل نص لفه، فالروتيشن يكونتينيو في نفس الاتجاه. تعالوا نشوف اجابه لهذا الشيء. هنقول له كالاتي: السبلت رينجز كوميوتيتور ريفرسز ذا كرنت ايتش هاف سايكل when sides A, B and C, D swap sides. يعني لما، يعني هو يقصد بالكلام ده لما A, B يجي الناحية دي و C, D يجي الناحية دي، ده مقصود بسواب سايدز، تمام. So maintain the direction of moments about the axis and rotation continues in same
دايركشن. دي كده يا اولاد اجابه السؤال العاشر بي اي ودبل اي سوري دبل اي وتريبل اي من جون 2013 بيبر 3 فاريانت 1.